واحدة من المهن الضرورية والمهمة جداً لأغلب الإناث في العالم هو الكوافير. كيف بتعامل الكوافير مع سيدات؟ هل ذوقهم صعب في إرضائه؟ وكيف بيقرر أنه يأخذ هاي المهنة؟ اليوم بدنا نشرب قهوتنا مع فادي لحتى نعرف أكثر عن هاي المهنة. فادي صباح الخير. أهلاً، صباح النور. اليوم قررت أني أشرب قهوتي معك لحتى نحكي أكثر عن مهنتك وسهلة. وعن قديش انت بتجننهم ولا هم بيجننوك الزباين؟ اكيد الاثنين. خلص تمام. مع بعض. اهلا وسهلا. تفضل. والله شوفي، انا لقيت المهنه هاي في البدايه كنت رجالي. اخترت الرجالي وقعدت 4 سنين وانا امي كوافيره. بس قد ايه كان عمرك لما بلشت في المهنه؟ كنت بالصف السادس. صف السادس. يس. وبعديها بلشنا نتطور شوي شوي. طب من صف سادس لصف توجيهي. بلشت انا بالرجالي من السادس للتاسع. للتاسع كنت نفس الوقت تروح المدرسة؟ يس أروح في المدرسة طبعا، يعني كنا نداوم شفتين صباحي ومسائي. لما أداوم صباحي أطلع من المدرسة على الساعة 11-12، أروح على الصالون وأدرس بالصالون أضني للتسعة عشرة بالليل. وبعدين لما دخلت المرحلة الجدية، خلاص أنت هلأست كبير 18 سنة، دخلت سوق العمل، كنت أساسا عم تشتغل كوافير ستات. كنت كوافير ستات. نعم، يعني أنا بعد بالتاسع، بدايات التاسع صرت بدي ألجأ لل، كنت كان امي عندها صالون اظن اروح عندها، فاحب يعني شغل امي. كيف ضربت؟ كيف بتعرف مثلا انه هذا اللون بهاي الخلطه رح يطلع هيك على الشعر؟ هاي القصه لازم الابعاد تبعتها. هلا هذه مع الوقت بصراحه. يعني هي مع الوقت، كنا نكنس ارض ننظف وانا اكنس اطلع تبع المغسل اللي بحمم، بدي افوت المحره اللي بعدها بعد الحمام اطلع اقول هذا بنشف شعر، بمشط شعر وبنشف، يعني هذا متطور اكثر من اللي على المغسله. بعدين وصلنا لهي المرحله، بعديها صرت اقول هذا قاعد بسشبر، بحط صبغه قبل الاستشفاء، هلا بحط الصبغه. صرت اتعلم اروح على البيت بالليل اجيب صحن من تبعون السلطه تبعون امي، احط فيه بلسم واخذ فرشاي من المحل وابلش على خواتي. بعدين وصلنا لمرحله الاستشوارات. طب فادي، شغل مع النساء بشكل عام مزعج بيغلب، بالذات انه عم نحكي عن شعر، يعني عم نحكي عن اكثر شيء ممكن يكون حساس بالنسبه لهم. كثير كثير. احكي لي مواقف. يعني تصبغ للزبون بتقول لك بدي اعمل عسلي، تيجي بتصبغ لها العسلي، بيطلع العسلي اللي اخترته على الكتالوج، بس لما بنحط على الشعر، لانه الكتالوج الشعر اللي على الكتالوج اوريدي هي مش شعر طبيعي، بس هي اختارت اللون على الكتالوج، لما بتحطيه على الراس ممكن يطلع اغمق ربع درجه، افتح ربع درجه بصير لك ايه انحاسي، حرقت لي شعري. شكرا كثير لك وشكرا لوقتك، ونتمنى لك كل التوفيق. حاضري. شكرا فيكم. شكرا.